السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وهي الركراكي، وين يحضر لتقديم موهبة جديدة للجماهير المنتخب المغربي. قبل لا نبداو ماذا بكم يعني عاونونا بالبارطاج، عاونونا راني عارف عاونونا بالبارطاج. يعني كاين الناس اللي ما يبغوش الهضره تاعنا، الله غالب ما يبغوش. حنا رانا نهضروا في الرياضه، رانا نهضروا من والناس تسيبهم يعاكسوا وتسيبهم. ماذا بكم عاونونا بالبارطاج ماكسيموم، يعني هذه هي. وين نعاودوا نولوا وين الركراكي وين يحضر لتقديم موهبه جديده للجماهير المنتخب المغربي وعشاق المنتخب المغربي. وين يتجي خاطر على المغرب وين يكسب يعني جماهير عبر العالم، يعني دير قاعده تاع جماهير. انت باش توصل تربح حتى البرازيل راه عندك ناس يعني معجبين يعني عبر العالم العربي، يعني في الافريق وفي العرب. يعني نهضروا غير على الافريق ونهضروا العرب، يعني وين الاسم تاع المنتخب المغربي راه ثقيل بزاف، راه ثقيل ما شاء الله عليهم. خاطر ناس خدمت، نقول ما شاء الله خاطر ناس خدمت. هذه هي عرفتو ذاك بايد هذاك يخرج لك مصاب يا ودي، انت ما خدمتش ما خدمتش، انت ضرباتك الامريكان ضرباتك ضربوك بثلاثه، انت وخلاوك وديتهم كوب ديمون، انت كنت غادي تخامر لا بلجيك تخسر خوف، تخسر خوف. انت كندا كنت غادي تخسر معاه، انت يبان يقول لك انت يا بايد انت كور واحد كونت لا بلجيك تدخل انت يا راخر قناحي ودخل ابو خالد وشكون فانيك اللي مركاو دو بيت اللي دخلوا من الركراكي لي دخلوا مركو دخلوا منو مركو من انت تدخلهم انت والله ما تدخلهم. فما كان النتيجه رجعت للركراكي، يعني زوج اوراق زوج اهداف. هم مالك انت الامريكا ضرباتك بثلاثه، انت كو قصبتك كندا كانت غادي تكندرك وتطلقك، تكندرك وتطلقك. خاطر انت خوام ما تريسكيش، انت صالي كيما انت خير من هذا المشرف اللي راه عندنا هنايا، انت خير منه يعني في التكوين، يعني ودير قاعدة تلعب ودير منها. هذه نستعرب بها، هذه ما عندي ما نهضر معك. بصح باش تخرج تبدا دير منها وتهدر ديك الهضرة، أنت تضربها للمغرب باش تطلع باش الجزائريين ومنها منها، هذه روحها راه كبير صحيح. نعاودو نولو الناس هي تخدم، الركراكي يخدم ليل مع النهار سي محمد. وين يتجه وليد الركراكي مدير الفني للمنتخب المغرب الى توجيه الدعوه للعديد من اللاعبين الجدد الذين ينشطون في الدوريات الاوروبيه من اجل الاعتماد على بعضهم في مواجهات المنتخب، يعني في مواجهه المنتخب جنوب افريقيا في جوان المقبل ضمن الجوله الخامسه من تصفيات افريقيا المؤهله الى نهائيات كاس امم افريقيا التي تحتضنها يعني كوت ديفوار في جانفي 2024. وأصبح المنتخب الأسود الأطلس يمتلك عدد من المواهب المتألقة في الدوريات الأوروبية بعدما نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم في استقطابها مؤخرا باعتماد على يعني أمهات والآباء اللاعبين الذين ساهموا في إقناع أبنائهم بارتداء قميص المنتخب المغربي. وأيضا عبر تعاقده مع عدة من كشافين الذين يقومون بمهمة التواصل المستمر مع النجوم الواعدين من اجل تمثيل منتخب بلادهم الاصلي. وزيد باش نقول لكم كلمه، ناس مشاو قال لك حنايا لازم ما نديروش يعني في دوره كما دارت تركيا وصلوا دومي فينال واحد العام، ترك وصلوا دومي فينال يعني تاع توصل من بعد. لا قال لك انا قال لك نقعد في القمه، انا نخدم باش نقعد للقمه. كاين لعابه نجيب لعابه يعني قعدت هادو كاع 17 18 عام 19 عام هادو 2026 غادي يلعبوا، 2026 غادي يلعبوا. ديروا في حسابكم هذا المشرف لو كان هو وصل دومي فينال 2040 باش نديروا التغيير، حتى 2040 باش نخيروا يقولوا الناس يدخلوا بالركازيات. مي تهضر معايا يقول لك هكا ولا دومي فينال بالركازيات، يقولوا لنا المتعه تاع المحتاجين والله العظيم يقولوا يلعبوا بالركازيات اللي بالكروسه هكا يتريب لي بالكروسه اللي يجي بالركازيه. انا نقول لكم مي تهضر معايا يقول لك اي انا دومي فينال كاش يهضر معايا عادي جا هو
غير 2019 قال لكم قبل نتوما اش كان عندكم هكا كوسا كوراجي لكم ديما كنتو غادي ما تستلكوش الهواء تخلصوا. وفي هذا الاطار يعتزم وليد الركراكي استدعاء اسماء جديده لتعزيز كتيبه المنتخب المغربي في مباراه اعداديه من دون تحديد تعرفها بعد يعني في يعني مقبل بحث عن لاعبين بارزين يساعدونه على التكوين منتخب قوي للمستقبل ولا سيما في ظل يعني تقدم بعض الاساسيين في السن واقترابهم من اعتزال الدوري. وغادي نعلم وين خاصه وين تفيد بان المدرب المنتخب المغربي يعتزم ضم الياس بن صغير. هذا الياس بن صغير برومي ماتش تاعو صغير هو عنده 18 عام ولا 17 عام ماركا دو بيت مع موناكو دو بيت مع موناكو برومي ماتش دار تير يعني هذا بن صغير نجم نادي موناكو الفرنسي الى القائمه النهائيه والتي سيعتمد عليها في مواجهه المنتخب بافانا بعدما كان محط متابعه من قبل مساعديه رشيد بن حموده وغريب امزيان في الفتره الاخيره واقتناعه بمؤهلاته الفنيه والبدنيه. وكشفت مصادر مقربه من المنتخب المغرب يعني يوم الثلاثاء ان الياس بن صغير صاحب 18 سنه ربما قد يكون هديه لوليد الركراكي الى الجماهير وين يهديه وليد الركراكي الى الجماهير المغربيه في مواجهه المنتخب يعني مواجهات المنتخب المغربي لما يتمتع يعني ويتمتع به هذا اللاعب الواعد من مؤهلات فنيه عاليه تساعده على تقديم الاضافه المطلوبه لزملائه لزملاء القائد روما سياس. عرفتوا الناس كيفاش يخدم هذه الهضره حنا كنا نهضروا فيها 2019 مديناكم دافريك كنا نقولوا حنا خصنا غادي قاعد استفهمنا واش رانا نهضروا ولا ورادينا اعداء يعني خلق منافسه يعني خلق منافسه على المناصب منا هو قال لك انا عائله خليها كيما هكايا صاي ما نزيدش وصلنا الناس مشات مع ديك الكلمه تاع العائله لا خليها كيما هكا لا ما تجيش حنا قلنا بلي غادي نهضروا الهضره غادي كاع نشوف فيها هضره واحده باش نجيبوا اللعابه باش ما نطيحوش من بعد مشاو ولا يقول لك وين راهم اللعابه وهذو اللي جابوهم هذو وين راهم كاين ما كاش غير هنا في سبتمبر غير العام اللي فات في سبتمبر كان يقول لك كاين لعابه قول لي شكون هما مي تقول له فلان وفلان فلان ما بغاوش يجوا وما هما ما بغاوش يجيبوهم هاي انكشفت تاوي هاك تشوف راه غير يجيب اللعابه ها الركراكي مش يخمم قال لك انا لا بغيت العام الجاي نكمل الروح بصح حتى لا يخليه مشروع خليه مشروع اللي يجي موراه يكمل يخدم هذه هي. وتابعت مصادر نفسها ان وين اصبح بن صغير قريب من حسم موقفه بارتداء قميص المنتخب الاسود الاطلس بعدما لعب للمنتخب الفرنسي تحت 19 سنه وقد يلتحق بكتيبه وليد الركراكي خلال معسكر التدريبي المقبل في انتظار انضمامه الى المنتخب الاولمبي الذي سيخوض نهائيات بطوله كاس افريقيا تحت 23 سنه المؤهل لاولمبياد باريس 2024. وتجدد بالذكر ان اللاعب الياس بن صغير تلقى تكوينه في نادي موناكو الفرنسي قبل انضمامه الى الفريق الاول الموسم الماضي حيث تصدر حينها عناوين الصحافه الفرنسيه بعدما احرز اول ثنائيه في الليغ 1 ضد اجاكسيو في سن 17 سنة فقط. بصح هما راهم يجيبو فيهم هذوك راهم يجيبو فيهم لعاب هذوما يجيبو فيهم مش باش يلعبو يقسموهم تاع يلعب في الإيفا 18 عام يلعب في الإيفا يده يلعب في الإيفا في الإيفا تروا اللي غادي يلعبو كاين بروجي كبير الناس كيفاش يتخدم بروجي الناس يتخدم في بروجي كبير خويا ماشي بروجي تاع أي غدوة صباح ولا شي يا ربي يجيب الخير لا ولا رانا صباح العشيه ربي يجيب الخير هذه هذيك رانا داخلين في حيط معاه شو بيض اخر ما يلعبش يا انا ما يلعبش ما يلعبش غوارديولا هو ما سبحان الله ليس سهل عليهم هو متسامع غوارديولا ناس كاين اللي يكون كاين اللي يتنال بها كاين اللي ما
لعبش يا نورمال عادي ما لعبش ما لعبش حبيت لعب هذلاوي ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو خاصه بارطاجونا لي فيديو اللي مشي ابوني معنا باش ديما معكم جديد وربي يحفظكم خاوتي.